خلينا ناخد اللي احسن من ابوه، ناخد احمد نادر السيد. الحقيقه عجبني جدا في البطوله دي، وعايز اقول سر يعني بس ممكن هو يقوله، مين اللي كان بيتصل بيه ايام البطوله يعني. ابو حميد مساء الفل يا حبيبي، ازيك؟ مساء النور يا كابتن شوبير، وحشني، اخبارك ايه؟ حضرتك كمان جدا والله، الحمد لله كله بخير. مبروك ادائك الرائع وحصولك على افضل حارس في البطوله، وان شاء الله المره الجايه بقى ابارك لك ببطولات للمنتخب الاول يا احمد. ان شاء الله حبيبي، الله يبارك في حضرتك يا كابتن. سافرت ولا لسه في مصر؟ لا لسه في مصر، قاعد يومين كده وان شاء الله هسافر يوم الاحد. ابوك ماسك فيك ولا ايه؟ ماسك فيا، قال لي تعالى لازم تصيف معانا يومين ثلاثه كده. لا كويس، ربنا يكرمك احمد. يعني ما شاء الله، طبعا كابتن محمود بيمسي عليك الاول. حبيبي طبعا، بقول لك ويل دون، يعني عملت شغل كويس. احمد انت من الناس اللي تعرضتوا الحمله في البدايه لانك ابن حارس كبير كابتن نادر السيد، لكن ما شاء الله بطوله بعد بطوله بتقدم بشكل جيد. لكن ما اعجبني جدا انه البطوله دي الحقيقه كان عندك ثبات رائع وقدمت مستوى، كل الاختبارات كانت موجوده عندك. تجربه الاحتراف فرقت معاك يا احمد؟ اولا طبعا انا دايما حد لو حد يسالني عن الاحتراف وليه اخترت الاحتراف فوق الزمالك، ان انا عايز طريق صعب. والطريق الصعب طبعا معروف ان بيجي معاه حاجات كتير جدا صعبه. نعم. طبعا شبه زي مثلا اللي انا اسافر واسيب اهلي واصحابي وعيشتي اللي هي السهله جدا هنا، واسافر لوحدي وبلد محدش يعرفني فيها وابدا من الاول. وبالذات كمان لا كنت لسه مخلص بطوله العربيه اللي فاتت. كان عليا يعني شبه ما ضوء شويه. فاللي انا اسافر واسيب الضوء ده ومحدش يفتكرني ولا حد يعرفني تاني، فانا كنت مصمم ان انا اجي بطوله العربيه دي. نعم. فحتى النادي هناك ما كانش موافق قوي ان انا اجي في وسط فصل الاعداد، بس انا كنت مصمم. وكابتن محمود طبعا كلمته مع كابتن محمود. هو قال لي يعني، هو شجعني ان انا اتكلم معاهم وقال لي ان دي هتبقى بطوله كويسه ليا. قول لي انت بتتفرج على التلفزيون ولا ما بتتفرجش؟ يعني قصدك حضرتك ايه؟ قاعد قدام التلفزيون دلوقتي قدام؟ لا اصل انا جايب لك لقطه الهيدرز اللي انت طلعتها. رد فعل مش طبيعي يعني. ابوك عمره ما صدها. هو ده اصعب بكتير. لا والله الكره، بص يا كابتن محمود، الكره منين والهيدرز منين محطوطه ازاي، الرياكشن بتاع الولد رائع والمرونه بتاعه جسمه رائعه. كابتن محمود بعديها كمان ادالي مكافاه وبتاع. كام اداك؟ كام؟ 10% ولا كام؟ لا هو كابتن محمود شخص متزن جدا ومدرب كبير جدا، صحيح. نحاول كل بطوله عن الثانيه او كل معسكر على الثاني، يعني زي ما بيقولوا نعصر كل الخبرات اللي عنده عشان ناخد على قد ما نقدر منه قبل ما المنتخب يخلص يعني. ما شاء الله. طيب يعني انت شايف انه انت بتلعب مع الرديف ولا بتلعب مع الصغيرين ولا شغال ازاي هناك؟ السنه اللي فاتت اول سنه رحت، انا كنت رايح، المفروض هم لسه يعني هم مش متاكدين مني، فهم عشان كده خدوني اعاره. فلما رحت اول ما اتمرنت في الاول مع الدرجه الاولى، فلما اتمرنت مع فريستي شويه تمارين يعني قالوا لي احنا ما كناش متخيلين انت تبقى في المستوى ده كويس. فقالوا لي احنا السنه دي عايزين نخلي، عشان حضرتك عارف ان هو نادي صغير مش نعم نعم، بس كل الفرق بتاعته حتى الناشئين وكمان الفيرست تيم في الممتاز. ايوه. فقالوا لي احنا عايزين نلعبك السنه اللي فاتت دي مع الصغير اللي هو تحت 19 عشان نخليهم في الدوري، عشان في هبوط. ايوه. عشان نخليهم في الدوري. وبعدين بعد كده عملنا مركز كويس جدا وخلصنا الرابع، وبعدين السنه دي ان شاء الله الجول الثالث عندهم هناك في الفريق الاول بقى خلاص. طب كويس قوي. بتمرن مع الفريق الاول دايما. وقالوا لي انت هتلعب كل الماتشات مع الاندر 23 اللي هي الرديف. ويا كويسه جدا عشان الدوري بتاع الدوري البرتغالي اللي هو بتاع الرديف ده معروف ان هو كويس جدا. طبعا لا يقل عن الدوري. معروف في اوروبا كلها ان هو يعني مركز صناعه، زي ما بيقولوا مركز صناعه للمواهب يعني. احمد مصمم على استمرارك في تجربه الاحتراف، يعني كابتن نادر السيد كان هايل في بلجيكا وبعدين حصلت مشكلة كاس القارات وساب النادي وراح البطولة ورجع بعدها، الظروف ما سمحتش، او لك انت مصمم على استمرارك في المسيرة؟ انا مش عايز اخد قرار بدري، انا لسه عندي سنة كمان اعارة، وبحاول اسأل كل حد اعرفه وعنده خبرة في الموضوع. سألت مثلا ابويا، سألت كابتن هاب جلال مدرب الحراس طبعا، وسألت كابتن محمود حتى، وكابتن حتى كله عنده رأيه. في الاخر انا باخد كل الخطه دي وبعدين اخد قرار بنفسي. فمثلا لو على سبيل المثال كابتن محمود قال لي ان لو انا مكانتي هناك كويسه في الرديف او في الفيرست تيم، يبقى ممكن اكمل هناك، ممكن يعني اخد الريسك واكمل هناك. صح، امسك فيها بايديك. لو انا عايز اضمن ارجع الزمالك وهكون كويس وهكون جول تاني، فهتكون حاجه كويسه جدا ليا في السن ده. فهو قال لي رايه وانا واخدت راي كابتن ايهاب واخدت راي طبعا باخد راي ابويا طبعا. مين من اصدقائك بتاخد رايه؟
لا اصدقاء ما باخدش حد من اصدقائي، ممكن اصدقائي لعب كوره. ما انا بتكلم اصدقائك في مجال الكوره قصدي يعني. وفا شوبير كان على تواصل معاك في البطوله يا احمد؟ طبعا من اول يوم هو كان في الاول تواصل مع علاء، وبعدين بعت لي عم علاء ده جماعه مسؤول المهمات وغرف الملابس مش كده برضه؟ نعم، من الناس اللي قاعده في المنتخب. نعم. وبعدين بعديها كان متابع معايا دايما وبينزل لي ستوريز وبيكلمني بعد كل ماتش، وكان بعد المغرب بارك لي يعني هو شخصيه طبعا انا بحبها جدا وبعزها جدا، وهو كمان بيحبك جدا. لكن خليني اسالك، بطوله افريقيا اللي جايه في مصر بتعني لك ايه؟ احنا كنا عايزين احنا في البطوله اللي فاتت دي انا كنت حاطط هدف وقلت للعيبه كده، عشان ساعات لما الكابتن مودي خلص كلام المحاضره بنقعد كلعيبه لوحدنا مع بعض مع بعض، فانا كنت دايما بتكلم بقول احنا لو ما عملناش اسم لنفسنا في البطوله بتاعت العرب دي وعملنا سمعه للجيل ده والجيل ده كويس في كاس افريقيا محدش هيجي لنا، محدش هيجي لنا. برافو عليك. فاحنا كنت بقعد اقول لهم يا رجاله لازم نعمل جيل لنفسنا، لازم نعمل اسم لنفسنا، زي مثلا على سبيل المثال مثلا جيل 2012 في اولمبياد ده الجيل بتاع محمد صلاح ومحمد النني واحمد حجازي. برافو عليك. احنا بقول لهم انتوا اعملوا اسم لنفسكم يعني كل واحد يحط الدوافع بتاعته قدام عينيه ويشتغل لاجلها. فانت لو عايز في افريقيا يجي لك 100,000 في الاستاد زي كده جيل رمضان صبحي وسامه جلال وكده، نعم، فلازم تعمل بطوله كويسه قبليها. فالحمد لله هدف من اهدافنا طبعا اكبر هدف كان البطوله وما تحققناش كده يعني توفيق، بس اكبر من اكبر اهداف برضه في البطوله دي كنا اللي احنا نعمل اسم لنفسنا عشان لما نيجي نلعب افريقيا يبقى في ناس كتير قوي متابعانا وفي ناس كتير قوي في الاستاد. ان شاء الله هتكسبونا البطوله، وببارك لك يا احمد بصفه شخصيه ومبروك افضل حارس، وان شاء الله اذا ربنا اكرمك في استمرار مسيره الاحتراف او عدت الى نادي الزمالك تكون موفق هنا او هناك باذن الله يا ابو حميد. ايوه كابتن شوبير، الله يبارك في حضرتك. شكرا. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا.